نحن نثق في القيادة السياسية، وما قاله أخي علاء عابد هو يقوله كل مصري اليوم، ونحن نثق أيضا في أن سيادتك وأنت دائما في الحدث ستصدر بيانا تدين فيه ما جرى للمصريين هناك، بعيدا عن الفعل السياسي أو الفعل الذي يأخذ لنا بثأرنا من هؤلاء الخونة. وأول حاجة السفير ذا فندم بمنطق القانون وبمنطق الشرعية وبمنطق أنه ليس منتخبا، هذه حكومة السراج ليست منتخبة من مجلس النواب واتفاق السخيرات فقط سنة 2017، يمشي يا فندم. احنا مصر، احنا مصر اول ناس. الرئيس وصف هذه الحكومة بانها حكومة سقطت تحت ايدي الميليشيات. طب نبقي سفيرها ليه؟ لو مصر اتخذت هذه الخطوة كل العرب سيتخذون هذه الخطوة بإذن الله. شكرا يا فندم. شكرا. جانب